والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. فنشكر لكم جميعا حضوركم ونؤكد أن دوركم الداعم لتوضيح الحقائق وجلائها هام جدا في تحقيق مسيرة الإصلاح، وأن أحدا في هذا الوطن لن ينجح وحده، إنما ينجح بتضافر وتعاون كل الجهود الخمسة. تقريبا عدة نقاط أقولها على عجل وأترك لكم مساحة للأسئلة فيما تحب، فليس عندنا كما يقولون من مخبره. الجانب الأول ما يتصل بكادر الأئمة والدعاء وتحسين دخولهم. نحن نعمل على اتجاهين، اتجاه الكادر واتجاه التحسين العاجل إلى أن يتم اعتماد الكادر. وما وجدته من تعاون وإحساس بأحوال الدعاء في هذه الحكومة ربما لم أعهده من قبل على الإطلاق، في النية الصادقة لهذه الحكومة لتحسين أحوال الأئمة والدعاء حتى ينهضوا بواجبهم. فما أن تحدثت مع معالي وزير المالية حتى وجدت منهم استعدادا جيدا لدرجة أننا ونحن نعد مشروع الكادر، تم اتصال من وزارة المالية للسادة المسؤولين في الشؤون المالية بالوزارة يستعجلونهم لمناقشة مشروع الكادر، وهذا يؤكد اهتمام الدولة والحكومة بأمر الدعاء. وإحنا الآن ربما خلال أسبوع أو أسبوعين على الأكثر، ربما خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل نكون قد انتهينا من إعداد الجزء المالي الذي تتم مناقشته مع وزارة المالية. لكن أنا لا نبحث عن الجانب المالي فحسب، إنما نبحث عن مشروع متكامل ماديا وأدبيا ومعنوي ودعوي في كل ما يشغل الدعاء ويتصل بحياته. وفي سبيل تحسين أوضاع الأئمة والدعاء إلى أن يتم اعتماد الكادر إن شاء الله، ونرجو ألا يكون الوقت طويلا، قمنا ما استطعنا بالحصول على موافقة وزارة المالية ومجلس الوزراء كما قلنا بسهولة لإحساس الجميع بأهمية تحسين أوضاع الدعاء. فأخذنا موافقة على صرف 100 جنيه التحسين التي كانت قد توقفت بأثر راجعي من 1/7/2013، إضافة إلى رفع بدل إعانة الدعاء من 10 جنيهات إلى 110 جنيه ابتداء من 1/11/2013. وبما أننا ننظر أن الأمر لا يقف عند حدود المرتبات، للاهتمام بالجانب الصحي خصصنا 4 ملايين جنيه كمرحلة أولى، فقط مرحلة أولى لتطوير مستشفى الدعاء مع التواصل مع بعض مؤسسات المجتمع المدني للإسهام الضخمة في تطوير هذه المستشفى لتكون واحدة من أفضل المستشفيات في مصر بما يليق بوضع الدعاء والعاملين بالأوقاف، ونؤمن أيضا أن يكون ذلك قريبا. الجانب الثالث والذي أعلن عنه لأول مرة، لأن مش معقول تبقى أنتوا جايين متكبدين كل هذا العناء ومش في حاجة جديدة، يعني فيما يتصل بمجال الإسكان، نحن اتفقت مع السيد رئيس الهيئة
على حصر جميع الشقق الخالية وتخصيص نسبة من الشقق في كل مشروعات الهيئة للأئمة والعاملين بالوظائف جميعا، ليست للأئمة فقط، لكن نسبة تخصص للأئمة ونسبة تخصص لجميع العاملين ونسبة تخصص للمعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، لأن أحيانا قد تقع النسبة فلا يحصل واحد من المعاقين على شقة، فنجمع نسبة نخصص نسبة من المساكن تجرى عليها القواعد بين المعاقين واصحاب الاحتياجات الخاصه. وانا باكد لكم ان البلد يمكن ان تنهض لو احسننا الاضاءه. على سبيل المثال كان في نسبه بتخصص من الشقق للعاملين بالوزاره ونسبه بتخصص للمجلس الاعلى. عدد العاملين بالوزاره فوق ال 300,000 والعاملين بالمجلس يعني يزيدون على 300 شخص قليلا، يعني حوالي 370-380، ويجي مخصص لي مثلا 10% لل 300,000 و5% لل 300 شخص. كلام طبعا التخصيص ينبغي ان يكون بالنسبه والتناسب، فأقدم على ده ايه؟ حوالي 500 شقه تقريبا من المخصصه للمجلس الاعلى في تاريخ الهيئه فاضيه ومش اي حد يستلمها. ده كلام يعني الشقق، يعني تخيل الشقق موجوده والمحتاجين موجودين والشقق مغلقه والمحتاجين مش لاقيين، كل المساله محتاجه اعاده تنظيم. فقلنا كل الشقق التي لم تستغل يعاد توزيعها على العاملين بالاوقاف من الائمه والعمال. انا اقول لك في امور كتير لو احسننا الاداره واعدنا النظر اقول لك الشقق موجوده والناس موجودين ومحصلين عليها لانها محبوسه الناس لا يحتاجونها. فهذا ما نبحث عنه في كل جزئيه. فان شاء الله بنطمن اخواننا من الائمه والخطباء والدعاء والعاملين بالاوقاف اننا في طريقنا لاعداد الكادر بجديه واننا نسعى في تحسين اوضاعه كما قلنا، سواء في مجال الصحه، سواء في مجال الاسكان، سواء في ما يتصل بتحسين الاوضاع المدنيه. الجزء الثاني وده مهم جدا وانا وعدت الناس وهربوا عشان تريحوهم ان تبرزوا لهم ذلك، قضيه ضم المساجد. الحقيقه كل ما يشغلنا تحقيق العداله الاجتماعيه، وبمناسبه تحقيق العداله الاجتماعيه بدانا بديوان عام الوزاره والان لا يوجد احد على الاطلاق داخل ديوان الوزاره، لا وكيل اول وزاره ولا وكيل وزاره ولا تحت اي مسؤوليه يتقاضى من جمله اموال الوزاره من المكافئات والمنح والصناديق ومن الدنيا كلها الحد الاقصى من جمله الاضافه والصناديق واللجان والمكافئات والامتحانات الاقصى الذي قد لا يصل اليه على الاطلاق. يعني ليس معنى حد اقصى ان يصل اليه، قد يصل ان يصل وكيل اول وزاره وكيل وزاره 6000 جنيه. من جمله عندما ضمننا الصمت لان انا ما جيت لايه؟ صمت اضافه 50 من، فهذا الاسبوع جمعنا كل هذه البنود تحت مسمى واحد. والمدير العام حد الاقصى 5000 جنيه. ومدير الاداره 4000 جنيه وما دون ذلك 3000 جنيه حتى نراعي الجوانب الاداريه ولا تجد في إدارة، لأن في بعض المصالح ربما تجد عامل أو موظف يتقاضى أعلى من وكيل الوزارة. فنظمنا هذا وبدأنا بديوان عن الوزارة. الحقيقة كل اللي بنعنيه تحقيق العدالة الاجتماعية، لأن إحنا لما شلنا من الناس الأعلى بالمناسبة مش فقط أعدنا توزيع جميع اللجان وبنعيد توزيع جميع الصناديق بحيث أن العد يعم الجميع. مسألة التعيينات عندما كانت مقصوعة على ضم المساجد وعلى من يدفعون فكانت الفرصة متاحة فقط في التعيينات على أبناء القادرين وأصحاب الجاه والسلطة.
لان اللي كان هيتعين اما دافع مبلغ او متوسع عليه التوصيل بها. اما الفقير الحقيقي والقائد الكادح الحقيقي كان لا يجد مجالا للتعيين، وكانت التعيينات مقصوره في الغالب اما على الدفع برشوه، وفي ملف النهارده لسه محاوله النيابه الاداريه، اما ملف عشر، واما ملف عشوه مقنعه خد تحت بند الاسهام في بناء المسجد، واما بضغط. وبعض الناس كان يجي يقول انت عشان ضمك المسجد احط واحد من عندي عشان مشيك الايه الامور. فهذا الباب من الفساد الواسع اردنا اغلاقه تماما، فقلت من بنى مسجدا انما بناه لله عز وجل. وكنا في اجتماع وكالات الوزاره على مستوى الديوان وانتهوا بالاجماع، والشيخ محمد والشيخ علاء موجود بالاجماع، لان بعضهم ربما خالف تكلم، بالاجماع على ان الامثل في الاوقاف ضم المساجد بدون عماله. ماذا تصنع في العماله؟ تاتي مثلا تضمير 50 مسجد في المحافظه، نعمل اعلان مسابقه على قد ال 50 من ابناء المحافظه، والاولويه لمن هم في المحيط الجغرافي للمسجد سواء القريه او المركز، لان العامل ينبغي ان يكون من المحيط الجغرافي حتى يستطيع ان يذهب في الفجر وفي العشاء وفي الصيف وفي الشتاء. فقلنا وهذا يتيح الفرصه امام الفقهاء الحقيقيين والكادحين الحقيقيين، وعمليا هو ده اللي بيخدم المسجد، انما اللي متعين هو دافع او متعين لان قريب فلان سواء كان من داخل او من خارج الاوقاف يستند في وجهه نظر الى ركن قوي. ده بعض العمال كان ممكن هو من جبروته واستناده الى قوى معينه ماليه او ادبيه يقول لي الامام انا كده كنت ما تقدرش تنقلني، لان هو متعين بمحسوبيه او دافع. انما عندما يكون متعين الطبقات الكادحه الفقيره المستعده للتعيين هيمسح الجامع بجلبيته. لكن بما ان هناك احنا نحترم يعني اسلافنا، كان هناك منشور سابق بان الذي يبني مسجد ويثبت ملكيته يعين يعني يختار تعيين العمال، فنحن نحترم العهود والمواثيق والمنشورات. فقلنا من الان اي ضم جديد من الان سنضم المسجد بدون عمال ونجد مسابقه العماله. اما من بنى في ضوء لوائح سابقه وهو يعلم انه بنى هنضمه بالعمال بس برضه بشروط وضوابط، اتاكد ان العامل ما دفعش فلوس رشوه وانا اقدر اتاكد منه، وان تكون الملكيه صحيحه، يعني مسجد يضم العمال لا يكون من المساجد اللي بنيت على املاك الدوله، ما يجيش واحد يعتدي على املاك الدوله ويبني ويقول انا بنيت، او يكون بنى على ارض زراعيه بالمخالفه للقانون. فكل من بنى في ظل المنشور السابق او اللوائح السابقه عشان برضه نطمن الناس، كل من بنى في ظل المنشور السابق واللوائح السابقه في ضوء اجراءات قانونيه سليمه على ملكه الخاص وقدم سند ملكيه صحيح سنحترم المنشورات السابقه ونضم هذه المساجد بالعماله بعد ان نتاكد من صحه الاجراءات. نقطه الثالثه ودي بتشغل بال الناس جميعا، قضيه المسابقه ال3000 امام التي صار حولها كلام كبير ما بين مطالب بسرعه اجراء التعيين وما بين مطالب بالالغاء، لان المسابقه تمت في ظروف انتم تعلمونها. الناس بتقول دي تمت في عهد الاخوان واختاروا على اساس كذا. حقيقه نظرت للمنظور من ابعاد متعدده، بعضها اهمها اجتماعي. الناس الان تبحث عن اي فرصه عمل لابنائها، ومنهلنا لان تخطئ في العفو خير من ان تخطئ في العقوبه، وكان الغاء المسابقه سيسبب صدمه اجتماعيه مجتمعيه ل3000 اسره انتظرت طويلا ان تجد فرصه عمل لابنائها قد لا تتكرر. لكن لدينا من الوسائل والضوابط الا يستمر معنا والا يعين تعيينا نهائيا الا من نتاكد من كفاءته وسطيته. واحنا ليس عندنا كما قلت ما
ما نخفيه. سيكون أول خطوة كل واحد عنده ست شهور صلاحية. هنبدأ بشهر تدريب بعمل تدريب نظري في مراكز التدريب على أيدي مجموعة من علماء الأزهر المخلصين الوسطيين، وهذا التدريب سيبدأ في 30 نوفمبر بإذن الله. التدريب سيبدأ في 30/11، ويمكن تشرفونا عند الافتتاح في مسجد النور، ربما يكون يوم واحد أو اثنين افتتاح الرسمي للتدريب هننزل على الموقع. بعد شهر من التدريب سنبدأ بأمر يطبق في الوزارة لأول مرة. كل إمام من الأئمة الجدد سندفع به في مسجد مع إمام من الأئمة العلماء القدامى الكبار لمدة شهر في مسجده، يمارس الخطب والدروس والصلاة وكل ما يتصل بالدعوة تحت إشراف الإمام القديم. في نهاية الشهر الإمام القديم بيكتب عنه تقرير عن كفاءته ووسطيته وأزهريته والتزامه بالمنهج الوسطي. بعدها بقيت 4 أشهر سيتابع الإمام الجديد من الإمام القديم ومفتش المنطقة ومدير الإدارة، وكل واحد هيكتب خطاب مستقل على مسؤوليته بأن هذا الإمام على مستوى متميز من الكفاءة ومن الوسطية. اللي هيحقق الشرطين دول ونتحقق بوسائلنا المتعددة من وسطيته وكفاءته سيستمر معنا واهلا به وسهلا. أما من يخرج عن خط الوسطية أو يثبت لدينا إن هو ما زال منتميا إلى تيارات سياسية أو جماعات معينة لا تلتزم بخطنا الوسطي الأزهري الدعوي، أو لا يكون كفؤا، يعني زمان كان ممكن نقبل ناس 40-50%، لا، الآن إما أن تكون أو لا تكون. نظرة الناس إلى الأوقاف الآن تغيرت، فلن يستمر معنا إلا الكفء المتميز. يعني القدامى إحنا هنبدأ التدريب والتطوير كما طلب، أما الإمام الجديد أنا غير مضطر لقبوله بوزارة الأوقاف إلا إذا كان أنموذجا مشرفا أداء وسلوكا وفهما ووسطية. وإن شاء الله ربما خلال أسبوعين على الأكثر يخرج القائد التنفيذي بتعيين كل من اجتازوا الاختبار، ونترك الفرصة لهم إما أن يثبتوا وجودهم أو يكون من لم يكن على المستوى الذي قلناه خارج وزارة الأوقاف ولا مكان له معنا. نقطة طبعا هيئة الأوقاف وضعها في التنمية، لعل بعضكم تابع على موقع الوزارة أننا أيضا نعمل على هيئات متعددة. هيئة الأوقاف كما أعلنت سابقا، لكن كل يوم بأكد المعنى، يمكن أن تكون أحد أهم منطلقات ودعائم التنمية في مصر، وكل يوم يترسخ لدي هذا الموقف. واليوم كنت في زيارة لمعهد التدريب الخاص قبل اللقاء للبنين بتوعه، يمكن أن يسهم أيضا في ورش الحدادة والنجارة والإنتاج والتدريب، ومساحة قد لا تتوفر لأي مكان آخر، مساحة متميزة على 5 أمدنة فيما معهد أزهر ابتدائي إعدادي. ده نموذج واحد. احنا فقط ما حصلنا من تنمية حقيقية قائمة وليست أرقام، ولكم يعني مندوبوكم الذين يستطيعون أن يتابعوا ما بذلته الأوقاف وتقوم به من استثمارات في تنمية الصعيد فقط يزيد على 1,200,000,000. وأقول لكم أرقام محددة إن شاء الله. سنقوم يوم الجمعة والسبت بزيارة لأسوان وشرق العينات. انتهى بالفعل خان وممشى أسوان الدولي السياحي، وهو عبارة عن محلات راقية 126 محل، جزء منها سيخصص لمنتجات أبناء النوبة، وجزء منها لسجاد مصنع دمنهور، وسنقوم بافتتاحه وقد تم كاملا، سنقوم بافتتاحه يوم الجمعة القادم بإذن الله تعالى. وأيضا يوم السبت تم استصلاح 48,000 فدان بشرق العوينات
وسأذهب بنفسي لمعاينتها على الطبيعة يوم السبت بإذن الله. إضافة إلى مشروع الصداقة وعبارة عن 5000 وحدة سكنية لإسكان الشباب، الإسكان الشعبي الشبابي بتكلفة 400 مليون جنيه. وأبراج سما أسوان للإسكان الفاخر والمتميز بتكلفة 200 مليون جنيه. ودول قطعنا مرحلة كبيرة من التنفيذ، وإحنا رايحين نتابع نسبة التنفيذ التي تمت. إضافة إلى أخذنا رخصة سنبدأ قريبا مول إدفو التجاري بتكلفة 60 مليون جنيه. وأول أمس كان المهندس صلاح جنيدي رئيس مجلس إدارة الهيئة ومع مجموعة من الهيئة يشهدون البدء الفعلي التنفيذي لمدينة الحرفيين بالغردقة التي تضم 1500 ورشة حرفية ومهنية، إضافة إلى خدمات متكاملة من مباني إدارية ومحطة وقود ومول تجاري وسائر الخدمات اللازمة لمدينة متكاملة بتكلفة مبدئية حوالي 200 مليون جنيه أيضا. وتطور الهيئة فندق التابع لها بالأقصر بتكلفة نحو 150 مليون جنيه بالشراكة مع شركة تابعة لوزارة الاستثمار. الهيئة تتكلف 75% يعني حوالي 115 مليون جنيه، وتم تنفيذ حوالي 60% من المشروع. إضافة إلى الحي السكني بالمنيا، وإن شاء الله نسعى قريبا خلال الأسابيع المقبلة لتوقيع شراكة مع محافظ بني سويف والمحليات والإسكان لإنشاء مدينة حرفية واستكمال مباني سكنية بمحافظة بني سويف. هذه التكلفة تتجاوز فعلا مليار و200 مليون جنيه لصعيد مصر فقط. عندما نقوم بحصر لما يقام في القاهرة والوجه البحري سنوافيكم ربما في الشهر القادم في مؤتمر آخر بالجزء الآخر اللي هي التوقف. بالنسبة للتدريب على عجالة ستنطلق يوم السبت بإذن الله القافلة الأولى للتدريب من أمام المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى معسكر أبي بكر الصديق بالإسكندرية، وهذه للأئمة القدامى. كل مجموعة تذهب لمدة أسبوع. أما تدريب 3000 فسيبدأ كما قلت في 30 من نوفمبر، ونحن نأخذ مأخذ التدريب والتأهيل على كل المستويات، مأخذ الجد لنلتقي بالمستوى العلمي لأبنائنا من الأئمة وبخاصة حديث الدخل. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، هذا الحقيقة غياب المجلس الأعلى أو ضعف دوره في السنوات الماضية ربما كان قد أسهم في نشر أفكار وظهور تيارات ومؤلفات كبيرة، لأنك دائما كما قلت وأؤكد أي إنسان تعرض عليه سماحة الإسلام وتعرض عليه الفكر المتشدد أو المتطرف لا يمكن إلا أن ينحاز إلى جانب سماحة الإسلام. ولذلك مهمتنا أن نصل إلى الناس بكتبنا ومؤلفاتنا وندواتنا ومحاضراتنا، ومن هنا كان التنسيق مع الأزهر الشريف في كل المجالات وقوافل الدعوة، القوافل المشتركة من الأزهر وقاف أخذت نقلة نوعية كبيرة. يعني الأربعاء قبل الماضي بطلب من السيد محافظ الإسماعيلية ذهبت القافلة لتبوب مدارس الإسماعيلية مجال التعليم ولصوص الطلاب. الأربعاء الماضي كانت القافلة تجوب التجمعات العمالية بمدينة العشر من رمضان في مختلف المصانع. الأربعاء المقبل إن شاء الله ستتوجه القافلة لتغطي جميع مراكز الشباب بمحافظة القلوبية إضافة إلى المساجد. ومن هنا دور هذه القوافل مع المجلس الأعلى مهم جدا. في المجلس الأعلى ألف نظركم فقط إلى
أربع نقاط. الأول المؤتمر العام للمجلس اللي توقف من 2010، وهذا المؤتمر مهم جدا في هذا التوقيت للدور الريادي والعلمي والثقافي والدعوي لمصر، إضافة إلى ما يكون له من مردود سياحي كبير في مجال السياحة الدينية التي لم تأخذ إلى الآن حظها ونصيبها الأوفر. فهذا المؤتمر يدعى إليه عشرات الشخصيات من العالم الإسلامي، ونحن نعد له إعدادا جيدا ليخرج على مستوى ربما لم يسبق إليه إن شاء الله. إضافة إلى كانت هناك جائزة أيضا توقفت من 2010، جائزة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، الآن تحت مسمى جائزة الأوقاف للدراسات الإسلامية، وشروط الإعلان ستطرح في الصحف ربما نهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، وحددنا لها عنوان دور الأزهر في ترسيخ القيم الإنسانية والتعايش السلمي بين الواقع والمأمول. وتأتي في ثلاثة محاور أساسية، في مجال الدعوة والدعاء، في مجال التعليم، في مجال الممارسة الوطنية والقضايا الوطنية، إضافة إلى ندوة شهرية تعقد كل شهر في أرحاب المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وأهم من ذلك تفعيل دائرة المطبوعات الوسطية، وستصلني اليوم قائمة بأهم الكتب التي نحتاج إلى طبعتها، واخترت منها مبدئيا مجموعة فضائل مصر وهو جزئان سماحة الإسلام. هناك مجموعة متميزة من الكتب التي تحل محل الكتب الأخرى التي أوقف المجلس طباعة بعضها، وقد شكلنا لجنة متخصصة علمية لمراجعة كل ما طبع في العام الماضي، وأوصت اللجنة بوقف وطباعة أو توزيع كتب الدكتور صلاح سلطان لما تنطوي عليه من ميول حزبية والدعوة لتيار حزبي سياسي مما يخرج على سياسة المجلس الدعوية. وكما قلت نحن وزارة دعوية لا حزبية ولا علاقة لنا بالصراع الحزبي. بقي نقطتان سنتان فقط وأترك لكم مجالا للأسئلة. مجال تحفيظ القرآن الكريم، وهذا كان المجال المنسي في وزارة الأوقاف. من حاولوا اختطاف المساجد أو السيطرة عليها من أو توظيفها لأغراض سياسية دخلوا من أحد بابين، إما باب الدعوة الخطاب والدروس، وإما من باب تحفيظ القرآن الكريم بهدف جمع الناس والأولاد والسيطرة عليهم والتواصل معهم، وحتى لو التقى داخل المسجد يبوظوا بعد ذلك إلى خارج المسجد. فكما جعلنا الدعوة والخطابة قاصرة على أبناء الأزهر، أصدرنا تعليمات هذا الأسبوع، الشيخ محمد ربما بلغها وليس الشيخ محمد بلغها، بقص تحفيظ القرآن الكريم في جميع مساجد الأوقاف وملحقاتها على خريجي كلية القرآن الكريم. عندي كلية متخصصة اسمها كلية القرآن الكريم، هؤلاء هم الأولى. قصر على خريجي كلية القرآن الكريم وعلى خريج الأزهر من الكليات الشرعية المتقنين للحفظ، وعلى خريجي معاهد القراءات فقط التابعة للأزهر الشريف، حيث إننا في وزارة الأوقاف لا نعترف لا بمعاهد إعداد الدعاء التابعة للجمعيات ولا بمعاهد أيضا للقرآن، لأننا نثق في مرجعية الأزهر ونقوم
أقول إن المرجعية العلمية الوحيدة المعتمدة عندنا في وزارة الأوقاف. فاللي عنده حاجة صح يحطها تحت إشراف الأزهر. فإذا أشرف الأزهر واعتمد الشهادة نضع الشهادة على رأسنا. أما هذه المعاهد التي لا نعرف لا كتبها يعني أو كيف تسير ولا منهجها ولا بعضهم لديه استعداد أصلا إن الوزارة تشرف عليه، فكيف نعتمده؟ إلى الآن أنا أقول لكم في معاهد إعدادها اشتغلت بالفعل. هذه تعمل دون خطاء قانوني. لماذا؟ لا الأزهر يعتمدها ولا الأوقاف. أنا أقول لكم إلى هذه اللحظة لم نعتمد أي معهد من المعاهد على الإطلاق سوى معهد 19 تبع للوزارة. يمكن في مكتب الشيخ محمد عبد الرازق إحدى الجمعيات جاية، ربما إحنا واضعين بروتوكول صارم إن الجمعية كلامنا واضح اللي عايزة تيجي تشتغل صح اللي تجيب الأساتذة يكونوا من خريج الأزهر المتخصصين الوسطيين، الوزارة توافق على الأسماء، يختاروا من بينهم لجنة المعاهد والعمداء والأساتذة وياخدوا كتب الوزارة يدرسوها. فطالما إنه يدرس الكتب بتاع الوزارة والأساتذة تعتمدهم الوزارة من أبناء الأزهر ولنا حق الإشراف والامتحان مركزي عشان نتأكد إن ما يضحكش علينا، ياخدوا الكتب يركنها ويدرس كتبه، يبقى أنا موافق على الأساتذة والمناهج مناهج الأوقاف والامتحان مركزي إن شاء الله نفتح 100,000 معهد. طالما تفضلوا أهلا وسهلا. إننا إلى الآن إحدى الجمعيات وليس الجمعية كبيرة، جمعية صغيرة، لو وقعنا نقول وقعنا مع الفلاني، والتوقيع مبدئي ولم نعطي الرخصة لأحد إلا لما نتأكد التزم بضوابط الإيه؟ بضوابط الوزارة. فجميع المعاهد التي فتحت الآن لسه إحنا في الأوقاف هنشتغل يوم 16. كل من يعمل الآن يعمل دون خطاء قانوني يقول لك أصل أنا معايا خطاب من وزارة أخرى. الوزارة المعنية بجانب الدعوة هي وزارة الأوقاف، والجهة المعنية باعتماد التعليم هي الأزهر الشريف. وهتقول لي بقى أي وزارة تانية تقول أنا جهة دعوة، أنا بعتمد الدعوة، يعتمد المشروعات الاجتماعية. المشروعات الاجتماعية تبع التضامن، المشروعات الطبية تبع الصحة. إنما حد يقول إن مشروعات خريج الداعية ومحافظ القرآن يتبع جهة الأزهر والأوقاف، والأزهر والأوقاف لا يعترفان، نحن لا نعترف إلا بخريج الأزهر ومعاهد القاءات ومعاهد الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف، ومن يقبل أن يعمل معنا في النور بشفافية كاملة تحت إشعارات واضح للوزارة. إنما اللي عايز يلف ويدور ويجيب كتب ويحط مناهج يشتغل بعيد عنا والدولة تاخد إجراءاتها معاه، ونحن سنرفع مذكرة رسمية للجهات المعنية بالمعاهد التي لا تعمل تحت غطاء الأوقاف ولا تحت غطاء الأزهر لاتخاذ ما يلزم تجاه هذه المعاهد، والأمر مرده إلى السلطات الدولة. إحنا اللي علينا هنعمله. آخر نقطة هي خلاص كده يا جماعة متفقين مع بعض. فقلنا إن تحفيظ القرآن ومع ذلك حتى يتم الأمر شكلنا لجان لدراسة أمور جميع المكاتب. الأوقاف الآن كان فيها هناك كان الموجود شكليا ما يزيد على 5,000 أكثر من 5,000 مكتب وحلقة لتعليم القرآن. دول بقى لو اشتغلوا الميود الله صح يحفظوا مصر كلها القرآن. لكن أنا أقول أنا أهو ما كان موجودا في جهود ناس مخلصين في كل مكان في فئة مخلصة والتعميم غير دقيق في أئمة ومحافظين بيقوموا واجبهم على الوجه الأمثل، لكن الغالبية من الحلقات كانت شكلية ولا تنفذ على أرض الواقع. وأنا ألزمت كل مدير وكل وزارة ومدير إدارة ومفتش أن يتقي الله وأن يوافينا. أي حد ما بيأديش واجبه، أي كتاب مش موجود على أرض الواقع أو حلقة أو مش في المكان المحدد أو طبق المصادر يشطبوا فوائد. وكلفنا الشيخ علاء وندعمه المفتشين وقلنا عندما نثبت مخالفة لن نحاسب المقصر بحسب، بل سنحاسب كل الحلقة القابلية المطلوبة بالمتابعة. يعني لو لقيت كتاب وهمي يبقى اللي هو صاحب الكتاب بيشتغل أولا. مع إحالة كل المسؤولين تتابعيا من المفتش لمدير الإدارة التابع ليها لمدير شؤون القرآن لغاية وكيل وزارة، ولا أحد
فوق المسألة. وأنا دائما كنت أقول من لم يتعظ، من لم يتعظ أي مسؤول لا يتعظ بوضع رئيسين خلف القضبان فلا يمن إلى نفسه. الفترة دي خلاص المجتمع أفرق، ولا أحد فوق المحاسبة ولا فوق المساءلة. على كل واحد أن يتأكد إما أن يكون أهل المسؤولية، اللي مش قد المسؤولية قلت كده في اجتماع، والله اللي حاسس أنه ضعيف ومش قد المسؤولية يتفضل يشتغل عمل آخر، مش هقول عمل أروح يشتغل عمل يأدي عمل لا قيادة فيه، إنما القيادة الآن تحتاج إلى وعي وحسم وقوة وعالية وشجاعة في اتخاذ القرار، إنما الخوف يعني والتردد لا مجال له الآن. الخلاصة أننا نسعى إلى سلاسة أهداف نؤكدها: ضبط الخطاب الدعوي والسلوك الديني وفق الشريعة الإسلامية السمحاء سواء في مجال الدعوة أو مجال محفوظ القرآن، الإسهام بقوة في التنمية، تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الوزارة، النهوض بالمستوى الأدبي والعلمي والمادي لكل أبناء الوزارة وبخاصة إخواننا من الأئمة والدعاة، وجزاكم الله خيرا.